السلام عليكم. اليوم نقف على المشروع تاع المقر الجديد للمجلس الولائي لمدينة الجزائر العاصمة، وهذا المقر اللي راه قيد الأشغال في منطقة المحمدية. الآن يعني المشروع يعني الأشغال انتهت به، ودخلنا في المرحلة تاع التجهيز تاع المقر هذا، واللي يعني فيه لمسة إبداعية يعني فيها طابع معماري زيري جزائري مع إضافة لمسات عصرية، ويعني خاصة أنه المقر هو يعني رمز من رموز الدولة التي لا تزول بزوال الرجال. لازم تكون دولة المؤسسات، يكون فيه مؤسسات قضائية ورقابية وتنفيذية ومؤسسات تشريعية. كل هذه يعني المؤسسات لازم لها يكون عندها مقرات جديدة، ما نبقاوش في المقرات نتاع فرنسا، لازم تكون عندنا مقرات جديدة تمثل السيادة، تمثل السيادة نتاع الوطن، وتمثل المؤسسة التي لا تزول بزوال الرجال. إذن يعني مثل الهيبة تاع الدولة. إذن بفضل هذه احنا بكري كانت فرنسا كتبني دون لي فيلاج والآخر، يعني لا كونستركسيون البناء الأكثر هيبة هو البلدية، الهيئة الدينية، الإجليس، كل هذه البنايات هي اللي تمثل الدولة، هي اللي تكون عندها تكون عالية في البناء، وتكون عندها طابع يعني معماري مميز. لازم يكون هكذا، مش غير في فرنسا ولا في الجزائر في عهد الاستعمار، في كل دول العالم يعني المقرات نتاع الدولة اللي تمثل الدولة تكون عندها هيبة من ناحية الشكل والهندسي ومن ناحية الحجم كذلك. إذا في هذا الإطار احنا ماذا بينا تكون مؤسسات نتاع الدولة تاعنا والهيئات والمقرات نتاع الدولة تكون بهذا الحجم. إذن وهذا راه ماشي على كل حال، خاصة القضاء، ميدان القضائي، مجالس القضائية والمحاكم، كلها هذه البنايات عندها طابع مخصص، طابع يعني امبوزون، يفرض الهيبة تاع الدولة. إن شاء الله تكون الخدمات والجانب تاع البشري وتاع التكوين وتاع الخدمات يكون يعني عند حسن ظن المواطن الجزائري. ان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.